السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديدنا إن شاء الله. فإنشاء قناة يوتيوب يمثل حلم للكثيرين، فاليوتيوب هو بمثابة فرصة لكل إنسان للإبداع والابتكار ومشاركة العالم بالشغف والمواهب والاهتمامات. هذا بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة فرصة ربحية هائلة التي يمكن تحقيقها من خلاله. سواء كان هدفك من إنشاء قناة يوتيوب هو تحقيق أرباح منها أو مشاركة الآخرين بشغفك واهتماماتك، أو لخدمة قضية فكرية أو مجتمعية معينة، أو حتى للتسويق للبزنس الخاص بك، فبالطبع تريد إنشاء قناة يوتيوب ناجحة واحترافية. لذلك أردت في هذا الفيديو أن أشرح لكم بالتفصيل كيفية إنشاء قناة يوتيوب خطوة بخطوة، وذلك بشكل احترافي. وسوف نتناول أهم الإعدادات التي ستجعل قناتك تبدو احترافية أمام الجمهور الخاص بك. أول شيء ستقوم به هو التوجه إلى أي متصفح لديك. على سبيل المثال أنا سأذهب إلى جوجل كروم، ثم بعد ذلك ستقوم بالدخول إلى يوتيوب. ستقوم بالدخول إلى اليوتيوب على هذا الشكل. بعد ذلك الخطوة الأولية هي أنك يجب أن تغير اللغة حتى يتسنى الجميع معرفة ما نقوم به. ستضغط على هذه النقاط الثلاث، ثم تقوم بالذهاب إلى هنا لالونج، ثم بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد اللغة العربية. تقوم بالضغط على اللغة العربية، وسيتم تلقائيا تحويل اللغة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. بعد ذلك ستقوم بالضغط على تسجيل الدخول. فعند تسجيل الدخول يجب أن تقوم بإدخال هنا البريد الإلكتروني الخاص بك، يجب أن تقوم بإدخال الإيميل أو جيميل الخاص بك هنا. بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على الجيميل، فسأريكم كيفية إنشاء جيميل. هذه هي فرصة لأريكم كيفية إنشاء جيميل. أول شيء أنك ستقوم بكتابة جيميل في جوجل، ثم بعد ذلك ستقوم بالدخول والنزول إلى الأسفل، ثم كري ان كونت جيميل. بعد ذلك تضغط على كري ان كونت. بعد ذلك يطلب منك جوجل أن تقوم بإدخال بعض المعلومات الخاصة بك هنا. ستكتب طبعا الاسم الخاص بك، بلال بروف. هنا اسم المستخدم، تلك الاسم الذي تريد إضافته في الجيميل. على سبيل المثال سأضيف بروف هكذا. ثم بعد ذلك هنا ستقوم بإدخال القن السري. القن السري على هذا الشكل، ثم هنا تقوم بإعادة كتابة القن السري مود باس، ثم سويفون. سأقوم بإعادة كتابة القن السري، وهنا تقوم بكونفيرمي. ثم سويفو. بعد ذلك يطلب منك إدخال رقم الهاتف، ولكن فهو بشكل اختياري، ولكن أنا أفضل أن تقوم بإدخال
بإدخال رقم الهاتف يعني لتأمين حسابك، وهنا يعني تقوم بإدخال الجيميل يعني في حالة ريكوبيراسيون، يعني في حالة استرجاع، إذا أردت مثلا إذا فقدت يعني جيميل أو فقدت المود باس، فتقوم بكتابة هنا أحد الجيميلات، سواء إذا كان كنت توفر على جيميل آخر أو إذا كنت يعني شخص تثق فيه، تقوم بإدخال جيميل خاص به. هنا تقوم بكتابة تاريخ الازدياد لدى الدونيسانس، ثم هنا تقوم بإدخال السنة على هذا الشكل، ثم لو جونغ يعني هل أنت امرأة أم رجل، يعني هنا تقوم بكتابة باختيار يعني الجنس الخاص بك، ثم جاكسبت. إذا هذه هي يعني طريقة إنشاء جيميل خاص بنا. مباشرة سأقوم بالرجوع إلى اليوتيوب، وسأجده أنه تم يعني الدخول تلقائيا بالجيميل الذي قمت بإنشائه كما تلاحظون. بعد ذلك أقوم بالضغط هنا لمواصلة إنشاء قناة، أضغط على إنشاء قناة، ثم هنا أقوم بكتابة اسم القناة، اسم القناة على سبيل المثال أنا محترف، ثم تضغط على إنشاء القناة. هنا يمكنك تحميل صورة القناة، لكن سنتعرف عليها بعد ذلك. ثم بعد ذلك كما تلاحظون أنشأنا القناة. الآن سنقوم ببعض الإعدادات الخاصة بهذه القناة. هذه الإعدادات ضرورية يعني لكي تكون القناة احترافية. تضغط هنا مرة واحدة وتأتي إلى استوديو يوتيوب، ثم بعد ذلك ستقوم بالبحث عن الإعدادات. أضغط هنا متابعة. كما تلاحظون هنا لوحة البيانات الخاصة بالقناة. هنا إذا أردت تحميل فيديو معين، هنا يظهر لك إحصائيات قناة اليوتيوب يعني لآخر 28 يوم، وهنا الفيديوهات الأفضل أداء بالنسبة لآخر 48 ساعة، وهنا المحتوى يعني يظهر لك هنا كافة الفيديوهات التي نشرتها في اليوتيوب، هنا البث المباشر. ولكن لا يمكنك يعني من الآن يعني أن تبدأ بالبث المباشر حتى تصل إلى الشروط المطلوبة 1000 ساعة و4000 ساعة و1000 مشترك. قوائم التشغيل يعني البلاي ليست، يعني هنا قوائم التشغيل التي أنشأتها والتي ستظهر في القناة الخاصة بك. هنا الإحصائيات ستظهر لك هنا مجموعة من الإحصائيات، يعني هنا مستوى ظهور، مستوى الوصول إلى الجمهور، التفاعل والجمهور، وهنا يمكنك تغيير يعني اليوم أو يعني الأيام التي تريد. هنا بعد ذلك ستجد هنا التعليقات، وهنا الترجمة، وهنا حقوق الطبع والنشر. في يعني عند بداية عندما تقوم بالبداية في النشر، هذه في النشر في القناة، يجب أحيانا أن تقوم بالدخول إلى الطبع والنشر لمعرفة هل أنت خالفت محتوى الطبع والنشر، أم أن هناك شخص يعني قام أيضا على سبيل المثال بتحميل أحد فيديوهاتك ونشرها على قناته إلى آخره. تحقيق الربح. بالنسبة لتحقيق الربح، يعني هنا تظهر لك عدد المشاركات التي وصلتها، وهنا يعني عدد مشاهدات، التي عدد الساعات يعني المطلوبة التي هي 4000 ساعة، وهذا السهم يعني عندما تصل إلى 4000 يا هذا السهم يصل إلى هنا، وهنا عندما تصل إلى 1000 مشترك يصل هذا السهم إلى هنا. بعد ذلك سنقوم بتفعيل الميزة الآن. تحقق بخطوتين، يعني ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة إعدادات الأمان إلى جوجل لتفعيل ميزة تحقق بخطوتين، يعني لابد يعني أضغط على متابعة.
هنا ستقوم بكتابة القن السري الذي أنشأته في جيميل الخاص بك، واضغط على سويفو. إذا هذه هي الخطوة، يعني التحقق بخطوتين، أنك ستقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك وتضغط على SMS ثم سويفو. ستضغط على سويفو. سأفعل ذلك. سأفعل ذلك، أضغط على سويفو هكذا. أنتظر حتى يتم المعالجة، وستلاحظون أنه سيتم إرسال لي كود في الهاتف. فتم إرسال هذا الكود الخاص بنا، سأقوم بإدخاله. يعني يجب أن يكون الهاتف أمامك لمواصلة هذه الخطوة، ثم أضغط على سويفو. بعد ذلك أكتيفي. إذن مباشرة سأقوم بالرجوع إلى هاته، وسأجد أن ميزة التحقق بخطوتين يعني مفعلة. الآن أنتظر حتى أصل إلى 1000 مشترك وأصل إلى 4000 ساعة وأقوم بإرسال لهم لطلب. هنا سيتم إعلامك أنك أصبحت مؤهلا. ستقوم بإرسال لهم طلب المراجعة، وسيتم مراجعة قناتك. إذا بعد ذلك لمواصلة يعني الإعدادات، سأقوم بالضغط على الإعدادات، وهنا ستختار العملة، يعني إما أن تتركها دولار أو تختار يعني تختار الأورو أو الدولار. أنا في المغرب، يعني سأختار العملة الخاصة بي في المغرب. سأختار الدرهم المغربي، يعني أبحث عن الدرهم المغربي. أين هو الدرهم المغربي؟ دينار، دولار. أقوم بالبحث. هذا درهم مغربي. ثم بعد ذلك أضغط على القناة. هنا ستقوم باختيار البلد الخاص بك. أختار هنا المغرب. ثم هنا الكلمات الرئيسية. ماذا ستقوم بإدخال في الكلمات الرئيسية؟ هنا ستقوم بإدخال كلمات رئيسية لها علاقة بالمحتوى الذي تنشئه. يعني إذا كنت يعني تنشئ محتوى خاص بالطبخ، ستكتب هنا يعني وصفات، على سبيل المثال وصفات طبخ، وصفات الطبخ، وتضغط على أوكي وتكتب مثلا الطبخ، وتضغط هنا المطبخ، وتكتب هنا المطبخ. يعني كلمات لها علاقة بالمحتوى الذي تنشئه. مثلا لديك تنشئ محتوى تعليمي، ستكتب هنا يعني كلمات لها علاقة بالتعليم. بعد ذلك تأتي إلى الإعدادات المتقدمة. بالنسبة للإعدادات المتقدمة، إذا كنت يعني هذه القناة خاصة مخصصة للأطفال، ستضغط على نعم أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة للأطفال. إذا كنت هذه القناة يعني غير مخصصة للأطفال، ستضغط على لا. إذا كانت يعني هذه القناة يعني في كل فيديو يعني تريد مراجعة الإعدادات لكل فيديو على حدة، ستضغط على هذه. بعد ذلك الأهلية. بالنسبة للأهلية، ستقوم بالضغط هنا وستقوم بإثبات ملكية رقم الهاتف. هذه بالنسبة للأهلية. سأعيد بالنسبة للأهلية. سأعيد مرة أخرى. بالنسبة لإثبات الأهلية، تقوم بالضغط على الإعدادات وتقوم بالضغط على القناة وتأتي إلى الأهلية لاستخدام الميزات. وهنا تضغط على هاته وإثبات ملكية رقم
الهاتف، إثبات ملكية رقم الهاتف، وهنا تختار البلد وتقوم بكتابة رقم الهاتف والحصول على الرمز، يعني تكتب هنا رقم الهاتف الخاص بك وتضغط على الحصول على الرمز، وسيتم إرسال الرمز إلى الهاتف الخاص بك، وستقوم بإدخال ذلك الرمز وسيتم تفعيل ملكية رقم الهاتف. بعد ذلك ستصبح يعني مفعلة، ستنتقل من مؤهلة إلى مفعلة. بالنسبة للميزات المتقدمة أيضا ستقوم بالضغط هنا وستختار يعني ستقوم الآن يعني سأقوم بالدخول، سأثبت ملكية الهاتف حتى يعني يتسنى لي يعني المتابعة. أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي هنا والحصول على الرمز، مباشرة سيتم إرسال لي الرمز. أنتظر حتى يصلني الرمز الخاص بي في الهاتف، تم إرساله، أقوم بإدخاله هنا 33 04 62، يعني يجب أن يكون الهاتف أمامك حتى تقوم بإثبات ملكية رقم الهاتف. كما تلاحظ أنه تم إثبات ملكية رقم الهاتف. أقوم بالرجوع، كما تلاحظون انتقلت من مؤهلة إلى مفعلة. بعد ذلك أضغط هنا وأقوم بالذهاب إلى هنا واستخدام الميزات. استخدام الميزات هنا يمكنك أن تقوم ب هنا يعني لاستخدام الميزات المتقدمة هناك ثلاث خيارات، إما أن تقوم بعملية إثبات الهوية عبر الفيديو، أو استخدام بطاقة تعريف صالحة، أو إنشاء سجل نشاط في القناة. هاته الأولى تصل إلى يوم واحد تقريبا في العادة، وهاته إلى يوم واحد أيضا، وهذه تصل إلى شهرين، يعني يتم إنشاء سجل نشاط القناة الخاصة بك تلقائيا، وأنت يعني تقوم بالنشر في القناة وتطويرها واتباع إرشادات المنتدى. أنا أفضل يعني أن تقوم بإدخال بطاقة تعريف صالحة وتضغط على التالي ثم الحصول على الرمز. بعد ذلك ستقوم بنسخه ولكن عن طريق الهاتف. يقول لك افتح ذلك الرابط على هاتفك باستخدام كاميرا هاتفك، يعني ستقوم بالدخول إليه وسيتم توجيهك لفتح الكاميرا، وستقوم بتصوير بطاقة التعريف الخاصة بك. ستقوم بتصوير البطاقة الخاصة بك، يعني ستقوم بنسخ هذا الرابط وتقوم بالدخول إليه أو عن طريق كتابته في جوجل من خلال الهاتف، وسيتم توجيهك إلى يعني سيتم فتح كاميرا، وستقوم بتصوير البطاقة الخاصة بك، وسيتم بعد ذلك سيتم المراجعة في غضون يوم، وستصبح هاته مفعلة. إذن هذا كل ما يخص بالأهلية، يعني لإثبات أهلية لاستخدام الميزات كاملة. أنتقل إلى الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. هذه الإعدادات، يعني ماذا نقصد بالإعدادات التلقائية؟ يعني في كل فيديو فأنت تقوم بإدخال العنوان والوصف وتختار مستوى العرض، ثم بعد ذلك تقوم بإدخال إضافة العلامات. هنا يعني العنوان يعني خاص بكل فيديو، يعني هذا أتركه. إذا كنت يعني في الوصف تريد هذا الوصف يعني يدخل تلقائيا عند نشر أي فيديو، يعني يتم يعني تثبيت هذا الوصف في ذلك الفيديو. هنا تقوم بإدخال مثلا إما رقم الهاتف الخاص بك، أو واتساب خاص بك، أو انستغرام، أو فيسبوك، صفحة الفيسبوك، أو الموقع الإلكتروني، أو تقول لهم على سبيل المثال اشتركوا في القناة إلى غير ذلك.
هنا وصف. بالنسبة لمستوى العرض، مستوى العرض هناك ثلاثة: علني وخاص ومدرج. بالنسبة للعلني، إذا كنت يعني تريد نشر الفيديو في ذلك الوقت الذي تقوم فيه بمجرد انتهاء من التحميل. بالنسبة لخاص، إذا كنت لا تريد إنشاء يعني مشاركة الفيديو مع العامة، تتركه يعني أنت تشاهده فقط. غير مدرج، إذا كنت ستؤجل يعني نشر الفيديو، مثلا أنت سجلت وقمت بتحميله في اليوتيوب مع السادسة وتريد نشره مع العاشرة، ستضغط على غير مدرج. عندما تصل إلى العاشرة مساء على سبيل المثال، ستتحول من غير مدرج إلى علني. بالنسبة للعلامات، علامات وهي الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية دائما تكون لها علاقة بالفيديو الخاصة بك، هذا يعني لا تقوم بإدخالها الآن حتى تقوم بنشر فيديو معين. الأذونات، بالنسبة هنا الإعدادات المتقدمة لا أغير أي شيء هنا، فقط إذا أردت إظهار المعجبين بالفيديو الخاص بك ستضغط هنا، ستفعلها. إذا لم تريد إظهار عدد المعجبين بفيديو معين ستضغط هكذا. إذن هذا بكل ما يخص بالإعدادات التلقائية. بالنسبة للأذونات، وهي إذا كنت مثلا تريد إضافة شخص معين في القناة الخاصة بك لأن يكون مثلا المالك أو المالك الأساسي إلى غير ذلك، تقوم بدعوته، تضغط على دعوة وتقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وتختار هنا هل تريده أن يكون مدير، محرر، مشاهد إلى غير ذلك، وتقوم بإرسال له الدعوة وسيتم الموافقة أو الرد من طرفه. أأتي إلى المنتدى، هنا لا أقوم بإضافة أي شيء، فقط هنا يمكنك إضافة الكلمات المحظورة. بالنسبة للكلمات المحظورة، هي تلك الكلمات التي يعني عندما يقوم الشخص على سبيل المثال بكتابتها في تعليق معين، يعني تقوم يتم يعني رفضها أو ما شابه. إذن هاتي بالنسبة أتي إلى الاتفاقيات. بالنسبة للاتفاقيات، يعني لا تقوم بأي شيء فقط. بالنسبة للتخصيص، التخصيص هنا يعني أضغط هنا يمكنك إنشاء فيديو دعائي للقناة. إذا كانت قناتك جديدة، يعني ممكن أن تقوم بإنشاء فيديو دعائي لكي يعني يتسنى للأشخاص معرفة القناة ومحتوى الذي تنشئه. المعلومات الأساسية هنا تضيف يعني تقوم بإضافة وصف القناة، تأتي إلى هنا التخصيص وتأتي إلى المعلومات الأساسية وتضع وصف القناة. مثلا تقول هذه القناة لها علاقة، أو هذه القناة أو أنشأت هذه القناة من أجل تقديم محتوى كذا وكذا، وأشكركم على حسن يعني تتبعكم لهذه القناة، وأعدكم أنني سأنشر لكم كل ما هو مفيد إلى غير ذلك. يعني تعطي هنا وصف للقناة، وهنا يعني إذا أردت أن تقوم بتغيير اسم القناة تأتي إلى التخصيص، ودائما تقوم بتغيير اسم القناة من هنا. إذن هذا كل ما يخص الإعدادات، يعني قمنا بجميع الإعدادات على ما أعتقد الآن. تأتي إلى القناة، أعتقد أنه قمنا بجميع الإعدادات حتى تكون القناة احترافية. قمنا بمجموعة من الأمور كما تلاحظون. إذن هذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى لكم التوفيق كناشر المحتوى، يعني واستمروا في نشر الفيديوهات، يعني لا تملوا، فقط انشروا الفيديوهات، ويعني و
واستمر في نشر فيديوهات جديدة ومفيدة، وستظهر تلقائيا عند الآخرين، وسيتم يعني ظهورها عند الآخرين، وسيتم الاشتراك إلى أن تصل إلى 1000 مشترك، وستصل بإذن الله إلى 4000 مشترك إذا كنت يعني تهتم بالقناة الخاصة بك، ستصلها في ظرف شهرين أو 3 أشهر، يعني على حسب عملك أنت وعلى حسب شغفك وعلى حسب الوقت الذي تعطيه للقناة. هذا أتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.